أرضك لابد من أن تفوز بالنقاط الثلاث. كرة تحولت عالية خطيرة للاستقلال، والاستقلال خطير كمان نلاحظ جيفارف الأوزبكي لاعب الخبرة. الله يا رودريجو تباتا، رودريجو تباتا بالخطأ يسجل هدف في مرمى فريق نادي شوف شوف شوف، ولاحظ معاي الكرة بهذا الشكل من رودريجو تباتا، هدف بالخطأ بهذا الشكل من تباتا في مرمى فريقه، وبالتالي شوف 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 اصطدت أولا اتجاه المرمى، وهو كما ذكرت لازال في تحدي مع نفسه على أساس يعوض الهدف اللي دخله في مرمى فريقه. الضربة الحرة المباشرة، حائط الصد الإيراني، وتباتا يتقدم، جول جول جول، عوض تباتا بصناعة الهدف، تباتا يعوض ويصنع الهدف الأول. ريجو تباتا هو اللي يحول الكرة عالية، الرأسية قوية من عبد الرزاق حمد الله، وحمد الله يحط الكرة في مرمى نادي الاستقلال ويسجل الهدف. هو من تسبب في تسجيل الهدف الإيراني الأول. كرة لمصلحة الريان، يتقدم الريان، المرور والتحول، جول جول، عيني عليك يا رودريجو تباتا، تباتا يصنع، تباتا يسجل، الريان يتقدم على الاستقلال، رودريجو تباتا يصنع، رودريجو تباتا يتألق، رودريجو تباتا يسجل الهدف الثاني لمصلحة الريان. شوف 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 شوف، برافو 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 برافو، عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله يصنع الهدف الثاني ويتطلق تباتا يعني الآن بهذا الشكل، جول جول، الاستقلال يسجل هدف التعادل. علي